إن الدين عند الله الإسلام. يعمد بعض المضحين إلى ذبح الأضحية ليلة العيد خشية زحمة الناس على الجزارين والقصابين، معللين بأن الدين يسر والله تعالى رفع الحرج، فهل يصح هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهو يوم العيد، وعليه فلا يختلف العلماء في عدم إجزاء الأضحية في ذلك الوقت، بل تعد شاته شاة لحم ذبحها لنفسه ويقدمها لأهله، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والتعليل الوارد في السؤال لا يصيرها نسكا في شيء، لأن الأضحية عبادة محددة بوقت ميسر للجميع، فلا يجوز بحال العدول عنه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.